قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بزيارة تفقدية لمشروع ترام لوسيل. وخلال الزيارة قام معاليه بالاطلاع على التقدم في سير العمل والإنجازات الرئيسية التي تحققت على صعيد كل من مشروعي ترام لوسيل ومترو الدوحة. واستقل معالي رئيس الوزراء أحد قطارات ترام لوسيل ابتداء من المستودع الرئيسي إلى محطة لوسيل، وذلك في أول تجربة رسمية لترام لوسيل. وقد تزامنت هذه الزيارة مع مرور عام على حصار دولة قطر. جميع الإنجازات التي وصلنا إليها اليوم لم تكن ممكنة دون هذا الدعم المتواصل لنا، والذي شكر أكبر دافع لنا وقوة تدفعنا نحو تحقيق هدفنا النهائي، وهي الوصول إلى شبكة نقل ترقى لمستوى عالمي، ونحن ماضون قدما بعزم لا ينثني تحت القيادة الرشيدة لسمو حفظ الله ورعاه.